لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. رسل الفريق الأحمر اللجنة المنظمة لدوري البحرين الذي ينطلق رسميا يوم الأربعاء القادم، وذلك للاعتذار عن المشاركة بعدما أقدمت السلطات المغربية على تعليق الرحلة الجوية، وذلك راجع لظهور نسخة جديدة من فيروس كورونا. حيث أكد مصدر وداد مسؤول أن المدرب وليد الركراكي سيجتمع بساعد النصيري، وذلك للمصادقة على البرنامج الإعدادي للفريق الأحمر في المرحلة القادمة عقب توقف الدوري المغربي. وسيحدد المدرب وليد الركراكي ما إذا كان الفريق الأحمر سيبرمج تجمعا إعداديا خارج مدينة الدار البيضاء، وذلك للتحضير لاستئناف الدوري المغربي في شهر دجنبر القادم بعد نهاية البطولة العربية للمنتخبات. رفض المدرب وليد الركراكي إراحة المهاجم الكونغولي جوفيل تسومو، وذلك لإنقاص وزنه حتى يتمكن من المشاركة في المباريات القادمة. حيث أوضح مصدر وداد مسؤول أن المهاجم الكونغولي جوفيل تسومو يعاني من الزيادة في الوزن، لذلك لا يتم إشراكه في المباريات بالدوري المغربي. حيث تم إخضاع المهاجم جوفيل تسومو لبرنامج تدريبي مكثف في الأسبوع الحالي، وذلك تحت إشراف المعد البدني للفريق الأحمر على أن يتم إخضاعه لعملية قياس الوزن بعد نهاية البرنامج التدريبي. ولم يقدم المهاجم جوفيل تسومو أي إضافة منذ التحاقه بالفريق الأحمر، بخلاف المهاجم المتألق بنزاغاي والذي نجح في قيادة فريق الوداد لتحقيق انتصارات مهمة في الدوري المغربي، حيث أصبح يتصدر ترتيب هدافي الدوري في أول موسم له بالمغرب. ويستغل المدرب وليد الركراكي فترة إيقاف الدوري المغربي من أجل وضعه لبرنامج خاص للاعبين الذين يعانون من الزيادة في الوزن أو قلة التنافسية. رخص المدرب وليد الركراكي للاعب سفيان كركاش بمغادرة الفريق الأحمر خلال شهر يناير القادم، وذلك بالتزامن مع الميركاتو الشتوي لانتقاله إلى فريق آخر بالدوري المغربي. حيث أكد مصدر وداد مسؤول أن المدرب وليد الركراكي اجتمع باللاعب سفيان كركاش لإخباره بقرار السماح له بمغادرة الفريق الأحمر على سبيل الإعارة، وذلك لضمانه المشاركة أساسيا قبل العودة من جديد في نهاية الموسم الرياضي الحالي. كما وضع المدرب وليد الركراكي كل من المهاجم بدي أوك وزكريا الكياني وحمزة أسرير بالإضافة للاعب أيوب سكوما بقائمة المغادرين، وذلك لعدم اقتناعه بمؤهلاتهم التقنية والبدنية في الموسم الكروي الحالي. بالمقابل يصر المدرب وليد الركراكي على التعاقد مع لاعبين جدد لتعزيز خطي الدفاع بالإضافة للوسط، خاصة بعد مغادرة وليد الكارسي وصعوبة إيجاد بديل ليحيى عطية الله في ظل تراجع مستوى بدر الدين كدارين. طلبت الجماهير الودادية من سعيد النصيري قبل بداية الميركاتو الشتوي القادم تجديده لعقود اللاعبين الأساسيين الذين تنتهي عقودهم مع الفريق الأحمر في الصيف القادم. وجاء طلب الجماهير الودادية لتجديد عقود اللاعبين الأساسيين لتفادي رحيلهم لأندية أخرى والتي ترغب في التعاقد معهم بالميركاتو الشتوي القادم. وكان المدرب وليد الركراكي قد طالب سعيد النصيري لتجديده عقود 5 لاعبين بالفريق الأحمر، حيث يسعى للاحتفاظ بخدماتهم في الموسم الرياضي الحالي، وفي مقدمتهم المدافع الشيخ إبراهيم كومارا واللاعب يحيى شبران، بالإضافة للمدافع بدر الدين كدارين وأيمن الحسوني وأيوب العملود. ويعتبر اللاعبين 5 من الركائز الأساسية داخل الفريق الأحمر في الموسم الكروي الحالي. عبر المدرب وليد الركراكي عن دعمه الكبير للاعبي الفريق الأحمر المشاركين رفقة المنتخب الوطني المغربي المحلي في بطولة كأس العرب للمنتخبات. وتفاعل المدرب وليد الركراكي مع وصول بعثة المنتخب الوطني المغربي إلى قطر، حيث نشر عبر حسابه الرسمي صورة للاعبي الوداد بقميص المنتخب الوطني المغربي مرفوقا بالعلم الوطني. ويذكر أن الناخب الوطني الحسين عموسى استدعى 4 لاعبين من فريق الوداد، ويتعلق الأمر بكل من اللاعب يحيى شبران وأيوب العملود وأشرف داري بالإضافة لأيمن الحسوني. وسيلعب المنتخب الوطني المغربي المحلي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية والأردن ومنتخب فلسطين، ويأمل المغاربة أن يكون حضورهم في المسابقة العربية قويا من أجل المنافسة على اللقب في النسخة الحالية.
رفض المدرب الفرنسي باتريس كارسيرون التخلي عن المهاجم المغربي محمد أوناجم في الميركاتو الشتوي القادم، حيث منع فريق الزمالك المصري من التعاقد مع لاعبين جدد وفق ما تأكد في صحيفة اليوم السابع المصرية. كما أوضحت الصحيفة المصرية أن المدرب الفرنسي باتريس كارسيرون رفض التخلي عن خدمة المهاجم محمد أوناجم من خلال عودته لفريقه السابق الوداد الرياضي. ويذكر أن الفريق الأحمر يستهدف التعاقد مع المهاجم محمد أوناجم في الميركاتو الشتوي القادم، وذلك بتوصية من المدرب وليد الكراكي، والذي يرغب في عودة المهاجم محمد أوناجم من جديد للفريق الأحمر، حيث تقدم سعيد النصيري بعرض رسمي لفريق الزمالك بقيمة تصل 100 مليون سنتيم، وذلك للتعاقد مع المهاجم محمد أوناجم والذي سينتهي عقده مع الفريق المصري بنهاية الموسم الكروي الحالي. حسم المدرب وليد الكراكي قراره النهائي لعدم تجديده لعقد اللاعب أيوب سكوما الذي ينتهي بنهاية الموسم الكروي الحالي، حيث أكد مصدر ودادي مسؤول أن المدرب وليد الكراكي أخبر سعيد النصيري بعدم رغبته في تجديده لعقد اللاعب أيوب سكوما لغياباته المتكررة، سواء للإصابة أو لأسباب انضباطية، وهو ما يعني نهاية علاقة اللاعب بالفريق الأحمر في الصيف القادم. كما شدد مدرب الفريق الأحمر خلال اجتماعه بسعيد النصيري تجديده لعقود كل من أيمن الحسوني وأيوب العملود، بالإضافة للاعب يحيى جبران وبدر الدين كدارين والمدافع الشيخ إبراهيم كومارا، وذلك على اعتبار أنهم من ركائز الفريق الأحمر وينبغي الاحتفاظ بخدماتهم خلال الموسم القادم. ويذكر أن اللاعب أيوب سكوما كان قد غاب عن معظم المباريات في الموسم الماضي، حيث لم يشارك إلا في بعض المواجهات وذلك بداعي الإصابة، بالإضافة لخلافه مع الطاقم التقني السابق.